أخذ مكالمة سريعة من نهال. أهلا وسهلا أخت نهال، إذا أمكن سريع على السريع. حاضر حاضر، سلام ونعمة حضر الأسيس. أهلا وسهلا. أنا أقول حضرتك وفيت وكفيت في موضوع التجلي بالدليل والبرهان، بس أنا عايز أدخل في حتة عملية نستفيد بيها في حياتنا، صغيرة جدا وبسيطة جدا، مش هتاخد غير دقيقة واحدة، وبصلي إنها تنور قدام كل مشاهد مخلص بيبحث عن الحق. حضرتك قلت إزاي إن حياتنا مع الرب لو فيها عشرة ومعرفة حقيقية حتما سنتغير إلى تلك الصورة. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أقول إن لي علاقة وعشرة مع الإله الحي وأنا زي ما أنا، بمعنى إن الخطايا اللي كنت بعملها زمان هي بكررها وبعترف بيها، لكن برجع وعملها تاني، وكل اللي يشوفني ما بيلاقيش في أي تغيير، كنت شتام وحلاف وكذاب، وبعد ما قلت إن أنا في الدين الصحيح وبعمل كل الفروض فرد فرد، لكني ما زلت شتام وحلاف وكذاب. لا، هنا لازم أتخط وأسأل نفسي، هل أنا على الطريق الصحيح؟ أو بالأحرى، هل أنا ماشي مع الإله الحقيقي؟ لأن يا حضرة القسيس نزار، الإله الحقيقي صحيح بيقبلني بخطاياي، لكنه مش بيسيبني بخطاياي، لازم بيغير فيا. عشان كده هختم كلامي وأقول، إذا كنت فهمت معنى التجلي، خلي التجلي ده ينعكس على حياتك وعلى سلوكك وتصرفاتك، وخدها نصيحة مني، الدين الذي لا يغيرك غيره. هقولها كمان مرة لأنها ممكن صادمة لناس كتيرة، الدين الذي لا يغيرك، من فضلك كن صادقا مع نفسك وغيره، والرب يبارك. أمين. شكرا جزيلا جدا أخت نهال اللي ذكرتيه، فعلا كان مهم. ربنا يباركك.